شكرا لانضمامك إلينا مرة أخرى. سوف ننتقل في هذه المحاضرة نحو معرفة الأسئلة والأجوبة الفعلية التي من المرجح بشكل كبير طرحها من قبل أصحاب العمل، وخاصة مع المرشحين المبتدئين. عندما تكون في موقف أنت تعلم جيدا أن أي إجابة سوف تقدمها حتى على أبسط الأسئلة من شأنها تحقق لك فرصتك أو تفوتها عليك في الحصول على الوظيفة، طبيعة الحال هنالك ضغوط إضافية عليك لضمان أن الأداء الخاص بك لا تشوبه شائبة، وبالتالي يمكنك باستحقاق الحصول على تذكرة العبور مباشرة إلى داخل الشركة. هناك مجموعة معينة من الأسئلة ليست متخصصة في مجال ما أو وظيفة محددة، إلا أنه يتم طرحها لغرض إزالة الحواجز وكسر الجمود، وبالتالي القدرة على بناء علاقة مع الشخص الذي يجري المقابلة. في نفس الوقت أيضا تقديم فكرة أفضل حول شخصيتك وطموحاتك والخبرات الخاصة بك. عادة ما يتم طرح هذه الأسئلة في بداية المقابلة كوسيلة لخلق نوع من الانسجام والتناغم، ومن الممكن توقع معظم هذه الأسئلة. تظل ماهية هذه الأسئلة هي ذاتها على الرغم من اختلاف الكلمات وطريقة الصياغة، ولكن كما هو الحال دائما مع الممارسة والتوجيه الملائم سوف تكون قادرا على التعامل مع هذه الأسئلة بشكل مريح، استنادا إلى مزيج رائع من البحوث ومشورة الخبراء. أنت تدرك الآن بأن الأسئلة لا تتعلق جميعها مباشرة بطبيعة عملك أو مجالك. دعونا نبدأ مع بعض الأمثلة لمساعدتك على تحسين فهم هذه المواضيع المتكررة الهامة التي يستخدمها أصحاب العمل. السؤال الأول والرئيس الذي يطرحه على الأرجح معظم مدراء التوظيف لبدء مقابلاته هو: هل يمكنك أن تخبرني عن نفسك؟ هذا موضوع متشعب جدا في الحوار، وإتقانه أمر بالغ الأهمية، وهو أحد الأسئلة التي يميل أصحاب العمل إلى استخدامها، ذلك لأنها تعمل بشكل كبير على تقييم الاستجابات السلوكية التي يقوم بها المرشحون، بالإضافة إلى أنها تشير بشكل واضح إلى الطلاقة التي يمتلكونها لوصف خبراتهم وقدراتهم. إن المرشحين الذين يتعثرون ويتلعثمون في بداية المقابلة دائما ما سيستسلمون مبكرا، كونهم لا يتعاملون مع الموقف بشكل جيد، وبالتالي تبدو عليهم علامات الانزعاج. هذا يعيدنا إلى المسألة المطروحة: كيف يمكنك أن تتحدث عن نفسك لشخص غريب؟ وما الذي يريده أن يسمعه منك على كل حال؟ النهج المتبع في الإجابة عن هذا السؤال أمر سهل. يجب أن تنظر إلى نفسك كمنتج ينبغي على مدير التوظيف أن يقتنع به ليملأ به احتياجاته التشغيلية. ضع جوابا نموذجيا يتضمن أفضل 5 نقاط لديك من حيث مواطن القوة أو الإنجازات أو المهارات أو الصفات. نوصيك بالتحدث عن 5 نقاط فقط وليس أكثر من ذلك، حيث أن الجواب لابد أن يكون مختصرا، ولا داعي أن ينتظرك الشخص الذي يجري معك المقابلة 20 دقيقة مستمعا إلى قصة حياتك التي ربما تكون غير مرتبطة بالموضوع. بالتالي ركز جيدا على ما يجعلك مميزا، وما هي الصفة التي سيذكرها مدير التوظيف بالتأكيد حتى بعد الانتهاء من المقابلة. نوصيك بصياغة مقدمة موجزة لا تتجاوز 250 كلمة تشير من خلالها إلى الإنجازات الرئيسية ومجالات المعرفة ومواطن القوة في شخصيتك، والتي تعتقد أنها ذات قيمة كبيرة سوف تضيفها إلى المؤسسة. على أي حال لا تبالغ أو تفرط في الثقة في ذاتك، إن المقدمة المتواضعة هي دائما ما تكون العنصر الرئيسي الذي يدفع الآخرين ليأخذوك على محمل الجد. بالتالي نحن نشجعك على استخدام بعض الكلمات، على سبيل المثال نشيط ذاتيا، متحمس، متخصص، ملتزم، متعلم نشط، بحيث يمكنك استعمال قدرتك ورغبتك لتعلم المهارات التي تفتقر إليها حاليا. هناك 4 خطوات رئيسية للإجابة على هذا السؤال، التي جميعها على حد سواء تركز على تحقيق الأثر الأفضل. أولا، اجلب انتباه الشخص الذي يجري معك المقابلة إلى صفاتك الأقوى والأكثر إيجابية والتي تم اختيارك للمقابلة بناء عليها. ثانيا، الحديث والإشارة إلى التجارب القيادية أو شهادات الشكر والتقدير أو الإنجازات لتقييمك كشخص بارع على الفور. ثالثا، صياغة إجابتك بطريقة تشير إلى تميزك مع الحفاظ على نبرة التواضع والحياء. رابعا، تحدث دائما بلهجة الواثق والمتحمس بحيث لا يبدو جوابك غير صادق أو منقول، وبالتالي لا يصعب على مدير التوظيف الوثوق فيما تقوله. معلومة إضافية نود أن نضيفها هنا، أنه من الممكن إعادة صياغة هذا السؤال ليصبح: ما الذي يجعلك مميزا عن الآخرين؟ أو لماذا يجب علينا توظيفك؟ أو كيف تصف شخصيتك؟ أو يرجى وصف السمات الخاصة بك. إن الإجابة على هذه الأسئلة هي ببساطة ذاتها، ذلك لأن مهاراتك ونقاط القوة الخاصة بك
هي ما يجعلك مميزا وهي المقومات الأساسية لشخصيتك، وبالتالي فإن أصحاب العمل لهم مطلقية الحرة في استخدام استراتيجيات مختلفة للحصول على نفس المعلومات. السؤال الشائع الآخر الذي ينبغي عليك أن تكون مستعدا للإجابة عليه هو: كيف سيصفك صديقك أو زميلك أو أستاذك؟ الطريقة المثلى لتخطي ذلك هو في الواقع أن تسأل أصدقائك أو زملائك أو أساتذتك كيف كانت تجربتهم أو تفاعلهم معك. قد يكون من السهل في بعض الأحيان لدى الآخرين تحديد بعض الصفات أو الخصائص التي أنت بذاتك تجهلها. بطبيعة الحال من الأفضل الرجوع إلى الأشخاص الذين تثق بأنهم سيقدموك بطريقة إيجابية، وأولئك الذين تربطك بهم علاقة إيجابية. إن جوهر الإجابة السليمة التي يبحث عنها الشخص الذي يجري المقابلة معك أن تذكر مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين. إن نجاح أي مؤسسة يكمن في المقام الأول في قدرة موظفيها على العمل معا في وئام وتحقيق نتائج بدعم من بعضهم البعض. نحن نوصيك باستخدام كلمات رئيسية مثل لطيف أو متعاون، محترم، صادق، مفيد أو مصمم، ومع ذلك اطرح أمثلة من شأنها أن تدعم لماذا يصفك الآخرون بأنك لطيف أو متعاون أو محترم. هل سبق وأن حللت مشكلة كانت تعيق الإنتاجية؟ أو هل سبق وقد عملت ضمن فريق كبير ولكنك لم تدع أي اختلافات في الرأي تؤثر على جهودك وتضافرها؟ هذه الخطة سوف تمكن الشخص الذي يجري معك المقابلة من الحصول على نظرة ثاقبة حول ثقافة وخلفية الأشخاص الذين عملت معهم، وبالتالي تقييمه إذا كان بوسعك التكيف مع بيئة العمل وثقافة الشركة. لنذهب بنقاشنا إلى أبعد من ذلك، كيف ترى نفسك بعد 5 سنوات من الآن؟ هذا السؤال الذي يخشاه الكثيرون، على الرغم من أنها في الحقيقة ليس مرعبا كما يبدو. قد يكون السؤال مختلفا وتمت صياغته بعبارة أخرى، على سبيل المثال: ما هي أهدافك المهنية سواء قصيرة أو طويلة الأجل؟ أو ما الذي تبحث عنه في وظيفتك المثالية؟ إن الشخص الذي يجري معك المقابلة لا يحاول خداعك، بل إن السؤال هو في واقع الأمر واضح جدا، وهو من أجل تقييم كم أنت واسع الأفق وما إذا كان لديك أي أهداف محددة تسعى إلى تحقيقها. المرشحون الذين لديهم أهداف محددة على الأغلب دائما ما يقنعون مدراء التوظيف بأن لديهم الرؤية التي يعملون من أجل تحقيقها. فأنت تريد أن تقنع صاحب العمل أن هذه الوظيفة ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق النجاح في أهداف حياتك المهنية، وأن مهمة الشركة وقيمتها تتماشى تماما مع تلك التي تتمتع بها. تذكر دائما أن خطة 5 سنوات يجب أن تكون واقعية. إن الأجوبة الطموحة بشكل كبير هي دلالة على أن المرشح هو على الأرجح غير متأكد أو مرتبك بشأن المسار الذي يحاول من خلاله أن يشق طريقه، وأن فرص التوافق بين التقدم الذي يتوقعه المرشح وقدرة الشركة على تقديمه غير متجانسة. عبر عن اهتمامك في النمو الثابت بدلا من التقدم السريع. ركز على تنويع المهارات الخاصة بك وابذل جهدك في بناء حياة مهنية طويلة الأمد لدى المؤسسة، بحيث لا تكون عوامل مثل الاحتفاظ بالموظفين مدعاة للقلق. علاوة على ذلك، أظهر قدراتك المعنية في بناء تجربتك من خلال استخدامها لمواجهة تحديات العمل والتعلم من المتخصصين في التسلسل الهرمي العلوي والنمو جنبا إلى جنب مع الشركة. بالتالي لتلخيص الخصائص الأساسية والإجابات الجيدة، تذكر أن تتناول التعلم والأداء والإنجاز كعناصر رئيسية. أنصحك هنا بعدم حفظ هذه الأجوبة كما هي، فإن الممارسة أمر بالغ الأهمية، ولكن لا تطبع في ذهنك الإجابات كلمة بكلمة بحيث تبدو كأنك غير معقول أو كرجل آلي، بل على العكس حافظ على نبرة وأسلوب يعززان من التزامك تجاه كل من تميزك الوظيفي ومنصبك المستهدف، إضافة إلى إظهار الرغبة في تحمل المزيد من المسؤولية. أيضا ابتعد عن الإجابات المحددة بشكل مفرط. على سبيل المثال، أنت ترى نفسك تكسب مبلغا محددا من المال، أو ترى نفسك تشغل منصبا معينا داخل الشركة. هذا سيجعلك تبدو ضيقا جدا، الأمر الذي بدوره سوف يعكس أنك غير مناسب لهذا المنصب. بعد الانتهاء من صياغة خطة 5 أو حتى 10 سنوات الخاصة بك، عليك التمرس للتصدي إلى السؤال التالي: ما هي أكبر نقاط القوة والضعف لديك؟ هذا هو السؤال الذي يهدف إلى كشف ما تتقنه حقا، وما هي المجالات التي يمكن أن تحتاج بها بعض المساعدة الإضافية. دعونا أولا نتناول جانب القوة في هذا السؤال، والطريق الأسلم هو ربط أفضل المهارات الخاصة بك مع توقعات ومسؤوليات العمل. على سبيل المثال، يمكنك أن تثبت أن أدائك الوظيفي وإنتاجيتك لا مثيل لهما مقارنة بما قد يقدمه غيرك من المرشحين، لأنك تؤمن في تحديد الأولوية لإنجاز المشاريع أو المهام قبل الموعد النهائي،
أو أنك تمتلك سجلا حافلا في تحقيق أو تخطي الأهداف التي حددها لك أصحاب العمل السابقين. ليس هناك إجابة محددة يمكننا إعدادها لك، لكن كون أن كل مشارك في هذا المساق لديه نقاط قوة مختلفة، ولكن كقاعدة موحدة تذكر الإشارة إلى مهارة العمل الأكثر أهمية اللازمة لهذه الوظيفة لتكون الأساس الذي تستند عليه حتى تتألق دائما. إلا أن جانب الضعف في هذا السؤال هو صعب قليلا، عليك أن تناور بشكل صحيح لكي لا تعطي مدير التوظيف سببا بأنك لا تناسب هذا المسمى الوظيفي. الاستراتيجية الأفضل هنا هي تحويل السلبيات إلى إيجابيات. على سبيل المثال، قد يكون لديك سابقا مشاكل في إدارة وقتك، إلا أنك قد تعلمت أن تكون أفضل في هذا المجال عن طريق الاستخدام التخطيط المسبق أو التقويم الذاتي. مثال آخر، قد تجد تعدد المهام أمر صعب، ولكنك أطلقت العنان لنفسك وأجبرتها على الخروج من منطقة راحتك مع مرور الوقت للتأكد من أنه بوسعك التعامل مع مجموعة واسعة من المهام باهتمام ودقة ومهنية. في الختام، توصل خبراء الموارد البشرية أن هذا السؤال الأخير هو العامل الحاسم المؤدي إلى نجاح وفشل العديد من المرشحين، ومن المفارقات أنه من أبسط وأسهل الأسئلة التي يمكن التحضير لها. كن مستعدا أن أسألك صاحب العمل، قل لي ماذا تعرفه عن هذه الشركة. ذكرنا هذا سابقا، وسوف نستغل هذه الفرصة للتذكير به مرة أخرى. ابحث عن الشركة والواجبات مقدما، اعرف اسم الرئيس التنفيذي، وكذلك تعرف على خطوط المنتجات الرئيسية، وكن مدركا أيضا لمنافسيهم، واطلع على الأخبار لمعرفة ما إذا كان لديهم أي مبادرات جديدة تحظى بالاهتمام من قبل الصحافة أو وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. يرغب مدير التوظيف في معرفة المستوى الذي قد تصل إليه في مؤسسته، كما أن استخدام البحوث التي قمت بها لتظهر أنك شخص مثقف بشأن خياراتهم هي وسيلة مضمونة للإجابة على هذا السؤال دون عناء. نأمل أن هذه الأسئلة الشائعة في المقابلات مفيدة، وأنك الآن تعي أن تحويل السلبيات إلى إيجابيات خلال المقابلة أمر حيوي حتى تخرج منتصرا في استراتيجية البحث عن وظيفتك. لا تتردد في استخدام المادة التدريبية رقم 1 كنموذج للتمرن على إنشاء إجاباتك عن الأسئلة بناء على نصائحنا. نحن نتطلع إلى رؤيتكم في الأسبوع الثاني لمناقشة المزيد من الأسئلة محددة للمجال الشائعة في المقابلات.